Et là, nous avons fait une consultation agréablement surprise qu'ils sont. احنا جينا لتفقد هذه المحطة والوقوف للوقوف على المشاكل التقنية الموجودة. هناك بعض المشاكل التقنية الموجودة والتي يمكن أن تعيق السير الحسن لهذه المحطة، بحيث ازديت التعليمات اللازمة التقنية لأخذها بعين الاعتبار، وخاصة الصيانة، لأن الصيانة هي هدفها الأساسي هو ضمان استمرارية الإنتاج بطريقة دائمة 12 ساعة على 12 ساعة و 12 شهر على 12 شهر. في الخلاصة، هذه المحطة تحتاج إلى مساعدة. سونا تراك سترسل الأخصائيين في الميادين الموجودة لإعانة هذه المحطة ولضمان أمن تشغيلها بطريقة دائمة.